بس تقول في نواب حولوا، يعني عم تتهم كل نائب منا. مين عم بيقروا عم يرفض يقروا؟ هني هذا الحزب دليل جريمة. تدقيق بحسابات كل إدارات الدولة. تدقيق جنائي على يد ألفاريز أند مارسل، وفوق كل اعتبار في حسابات مصرف لبنان. هكذا أراده الرئيس السابق ميشيل عون في خضم عهده. ما حصل ويحصل في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خير شاهد، فهذا الإجراء البديهي الذي يشكل انطلاقة لأي عملية إصلاح في مختلف مرافق الدولة. وهكذا واجه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خصومه ليرد على صفعة 17 تشرين المؤلمة. خططوا له واشتغلوا له من 17 تشرين. صار يمغط الوقت حتى تخلص ولايتي، وبعدين تسلم تسليه. في 2017 العام الثاني من عهد عون، اعترفت الدولة اللبنانية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالكلفة المباشرة للفساد في لبنان، وبلغت 5 مليارات دولار سنوياً. أما الكلفة الخيالية غير المباشرة فلم تحدد حتى اليوم، وهي تشمل تعطل أجهزة الدولة مروراً بأكثر من 5000 توظيف غير قانوني تحاصصت فيها القوى الحزبية كافة، بما فيها التيار الوطني الحر من خارج موازنة العام 2017، والهدر المالي الضخم على حساب الخزينة العامة، وصولاً إلى تمويل مشاريع لم يبدأ تنفيذها حتى اليوم، وهو الأمر الذي دفع البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ قرار بالتدقيق في إنفاق المشاريع الأوروبية في لبنان. كل ذلك يستدعي بحسب مدققين ماليين عملوا مع الدولة طيلة السنوات الماضية إلى تحقيق مالي في الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق العامة بالتوازي مع التدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو غيرها. مسؤولين سياسيين، نواب بهالمجلس، وزراء سابقين، أصحاب مصارف، أعضاء مجلس إدارة، أصحاب نفوذ سياسي ومالي، هن قاموا بمعظم هالتحويلات، والحماية بعدها مستمرة والسكوت بعده كبير. ما بعرف لأمتى بالوقت يلي خليهم يتسموا معالي الوزير. أنا مش شغلتي سمي. أنا برفض، هاي مسؤوليتك تسميهم، بس تقول في نواب حولوا، يعني عم تتهم كل نائب منا. تسمح لي دكتور؟ انا بتحدى كل الناس انه ان يسمح بهذا الاتهام. لحظه، ابدا. الجيش الجنائي رح بصير، وتوقع انا بتمنى اذا في اسماء نواب عندك تعطيني كتاب الي انا وبحفظ سريته، ولكن انا بعلنهم. الحقيقه رح تبين. شيل السريه المصرفيه من العرقله الاداريه. التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان وبيتبعها فور تشكيل الحكومة، التدقيق بحسابات كل إدارات الدولة. وفي مقدمة هذه المؤسسات كهرباء لبنان التي يبلغ فيها الهدر المالي 30 مليار دولار. نعود إلى نشرة أخبار الجديد التي سألت يومها: هل فعلا بات الواقع اللبناني أقوى من شركة ألفاريز؟ والإجابة دائما مع باسيل على قاعدة نحن عملنا وهن ما خلونا. مين يلي قدم قانون إنشاء المحكمة المالية لا يكون في عنا سرعة وآلية خاصة سريعة، مش مثل ما منشوف هلأ بالقضاء، لمحاكمة المجرمين الماليين؟ مين؟ نحن. مين عم بيقروا عم يرفض يقروا؟ هني. كان في كتير عرقلات كانت بالقوانين وبالامتناع عن اعطاء السندات والادله
المستندات الموجودة. مين يلي عم بيتابع التدقيق الجنائي؟ نحن. مين اللي عم بيأخره لليوم؟ لليوم. لا يتأخرنا بتدقيق الجنائي. ليش؟ سؤال أطلقه عون مع آخر أنفاس عهده. وكم من ليش يمكن أن تتولى عملية التدقيق في حسابات عون التي أوصلته إلى بعبدة؟ ربما لو دقق جيدا في السابق لما هبت في وجهه رياح 2019 الحارقة. ريكاردو شيديا، قناة الجديد.